وقت اجى الكانسير عن جد تأكدت انه ما في غير العائلة يلي هي اهم شيء بالحياة. family support هي اهم شيء honestly. اوكي انا بحاجه اهتمام وكل شيء، بس مش يعني البقيه لازم ينقصهم هذا الاهتمام، فهذا قليل بينحكى فيه كموضوع. والحلو بتعرفوا حدا امه خلفته مرتين؟ بهالتسعة اشهر مام رجعت هي الطعمينة، هي تمشينا، هي تنيمنا، تغنجنا، تحممنا. هلا لا عرفت شو يعني انه تكون حدك وسبورتيف. خلينا ننتقل من البارتنر للعائلة. شو رأيكم بموضوع العائلة؟ الأم، البي، الأخت، الخي، ميشيل، نبهان. أنا كل حياتي كنت يعني فرجيون أنه لا أفت القلب، كانوا هني كل حياتي، يعني كل حياتي اوفر بروتكتيف لإلي، اوفر بيهتموا فيي، بفرجوني هيدا الحب يعني. وانا كان بالي بتق الحنك وهلا ما مش وقت العيله، هلا وقت الاصحاب واظهر وانبسط وهيك. وقت اجى الكانسير عن جد تاكدت انه ما في غير العيله يلي هي اهم شيء بالحياه. وقت يقولوا انه your family هي priority، عن جد priority، لانه خاصة الاخوة. يعني انا اختي كل يوم كل ما احكي معها بقلها بليز قولي لي كيف بدي ردلك هيدا السبار، بحيالله شيء يعني بحس انه رح دلني من هلا لاخر نهار بحياتي. خلص بدي اعمل لها شيء تكون حدا مثل ما هي وقفت حدا، مثل ما هي فرجتني انه نحن عن جد اخوة، ما في شيء بخلينا نبعد عن بعضنا. فهيدا السبار اللي اخذته من العائلة هو كان يعني اقوى شيء انا صار معي عن جد بهذا الكونسيرت. وهلا يعني كل هيداك القصص تق الحنك كنت فكر فيه محيته اذا بدك من حياتي، وهلا صار عندي انه لا، اول شيء امي وبي واختي وخيي وبعدين العالم كله. الله يخلي لك اياهم. ميرسي مايك. شغلتي في موضوع يمكن وقت نحكي عن الأهل والعائلة مش دائما بنحكى فيه، هو إذا في ولد معه كانسير، الشيء اللي صار عندي بالعائلة لسوء الحظ يعني، بس أكيد ما بلوم حدا يعني، وأكيد مش علوم أهلي يعني، مش عارفين شو كان عم بيصير، مش فاهمين كتير، هو إنه الولد يلي معه كانسير هو اللي بياخد كل الاهتمام والبقية ما عودت تلعبون شيء، وهذا الشيء عانى منه حدا بالعادة، وأكيد لبعدين تنتبهت، بس العلامات بالمدرسة قشطوا كل هالشيء، بنلاحظ إنه أوكي كل اهتمام أنا أخده، وفي حدا تاني بحاجة لاهتمام، وحتى يمكن صغير ما عم يقدر يحصل عليه لأنه أنا مستقطب كل هالاهتمام. ففي مطرح حسيت حالي غلط كمان، ف يعني ساعة ساعة ما انتبهت، بعدين انتبهنا إنه لحظة زبلنا هالشخص، بينما انه اوكي انا بحاجه اهتمام وكل شيء، بس مش يعني البقيه لازم ينقصهم هذا الاهتمام، فهذا قليل بينحكى فيه كموضوع. هلا كسبورت اهل وكل شيء، هذا انه صعب تشوف اهلك عم بيدوبوا قدامك لانه تلاقي همك كل شيء. في خبريه بحضومه هي انه تيسلوني امي واختي، كنا نقعد على البلكون على شيء نلعب ورق كل ليله، ما كنت اقدر اظهر ولا شيء، ونضحك كثير كثير كثير، كنا نضحك لدرجة إنه أمي من فترة قالت لي يلا رزالة هالأيام شو كنا نضحك. نعم لحظة كنت عم بعمل كنت عم إيه مزبوط، هي لا بعتذر سوري. ف بليز جامول شيميو بليز. سريا أنا كثير أكيد أخذت سبورت من إخواتي، لأنه أنا قلتها قبل وبرجع بقولها، ماي مام ما بتعرف، سو أخذت كتير سبورت من أختي وخيي. حدا يخبرها؟ أي واحد يخبر لا. سو إتس يعني هو دائما من فاميلي السبورت اللي بتاخده أكتر من فرنس. أكيد أخذت سبورت من أصحابي، بس مش نفس نوع السبورت اللي من أهلي.
بس لدرجه انه حتى ماي دكتور صارت انه اذا اي شيء خبريه عم بحكيها انا وياه صارت هي بدها تروق اختي يو نو قد ما هي سبورتيف. القوه اللي انا عندي صرت انا انه انا والدكتور عم نروق اختي يعني على السبورت اللي عم باخذه منها. سو فاميلي سبورت هي اهم شيء اونستلي، لانه هني كمان بيعيشوا معك المعاناه، عرفتي؟ يعني 100% هن صح منقول انه الاهل بيعطونا دعم، بس كوني اكيد انه الدعم الاساسي اللي هن بياخذوه هو منا، يعني من المريض. ليه؟ لانه باوقات كثير انت يعني كاهل توقفي بتطلعي انه انت ما عندك اي شيء تقدري تعمليه الا انك حاضره، بس هل الحضور هو هيدا نافع ولا مش نافع؟ بتبقى انت محتاره. اذا مريضك محسسك انه حضورك حده هو مهم لقاله، في شيء غلط. يعني هو سبورت متبادل. انا بالنسبه لي صح، يعني sometimes كنت مثلا كنت تعبانه كثير انه عامل لي سيوي كذا، لا 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 انا ام جود، انه خلص حتى يرجعوا هن ياخذوا هال البوزيتيف انرجي والانرجي لحتى ما يعطلوا هم ما يتعبوا معك. يعني كمان هيدي بتكون انت هون سبورت ات ذا سيم تايم لهم. So, بكتير محلات كان كتير العكس، يعني أنا اللي كنت عم بعطيهم كمان قوة at the same time، يعني بالقوة اللي أنا عم بظهرها لهم هي ترجع تعكس علي at the end، يعني تعكس علي تقويني at the same time. So, كانت شيء متبادل يعني. صح. والحلو بتعرفوا حدا أمه خلفته مرتين؟ كيف ركال؟ يعني؟ اسمعوا ركال. Yes, it's me. يعني اخ سو انا ومام خلقانين اثنيناتنا ل 9 ماي، وي شير ذا سيم بيرث داي، و ماني اكيده انه انا اي واز بلاند تو بي الايف، بس اي كيم تو لايف. والتريتمنت تبعي اول مره قبل ما اي ريلابس اللوثيميا كان 9 اشهر. وبهالتسعة اشهر مام رجعت هي الطعمينه، هي تمشينا، هي تنيمنا، تغنجنا، تحممنا، تغير لي ماي دايبرز، كل شيء. So it was really crazy. وحتى لهلا أنا بقول إنه عندي هذا الفيلينج تبع لأنه مام أنت كتير عملتي لي، وبخاف فكر بالفيوتشر لأنه simply بحس إنه أنا ما رح فيه أعمل زيت شيء من وراء اللي قطع معي. No, I don't have the power. ما عندي الphysical capability بقى إنه أحمل أو أعمل. يعني بعد الهم عندي هيدا الشيء بقلبي، ما بتي أفكر بالfuture لأنه حس إنه ما رح فيه أعمل زي الشيء. ونحن عطول إنه الولد هو يهتم بأهله، مش إنه تأهله يهتموا فيه، لازم هو يهتم بأهله. especially انه بس يكبروا بالعمر. سو عندي هذا الكونسرن وري كل الوقت معي. فهيك بحس انه اي او مش بس مام، بس كل الفاميلي تبعي، لانه عن جد كثير they stood by me. يعني من نهار اللي عرفوا انه it's cancer بتكتها دغري بعتوا مسج عملوا واتساب جروب وبعتوا مسج لكل اصحابهم انه when you reach out to Raquel no negativity. اوعى ولا مساج دراماتيك، يعني ما بدنا ميلو درام، بدنا كونوا بوزيتيف وتشجيع وكل شيء هيك. فهيك يعني هذا الشيء. يعني كم واتساب جروب بالعاده في انت منك فيه؟ في شكوك تقهر هيدا. جيسيكا، انا شتي مجروحه مثل راكيل از يوجوال. انا ومام قصتي بالقلب انه انا I come from a divorced family، فانا ما عشت طفولتي مع مام. هلأ عشت طفولتي مع مام again، يعني هلأ لا عم تسمعني هلأ ببكي ببكي. هلأ لا عرفت شو يعني انه تكون حدك supportive، ما فيه يقول اكتر من هيك ببكي. فأكيد السupport تبع اذا بدك كان هو the reason behind who I am today. هداك. That's all I can say. جيسيكا، فينا نطلب منك شغلة؟
شو عادت لأمك تقول هاي مام بتاعي قولها شوفوا جيسيكا وإما كوبي بيست يعني صح ركال إما ولادتها مرتين بس شوفوا هلأ جيسيكا وإما خلقوا توم هلأ عن جد كوبي بيست زلين 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 نشوفك شوي قربي 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 هيك هاي طوم هاي عم نحكي عنك ليك ما بحب كتير كلمة طوم من الأول أوكي سوري دي مش أنا قلتها لا وإن شاء الله دايما مثل سنين هيك ووايا شكرا ميرسي ليه شوفي في شيء بس قطعة بنزين الحمد لله اصلا رح نرجع نعمل لقاء تاني هيك مع الكير جيفرز فحضري حالك ام جيسيكا للقاء معك اذا الله رد Daddy, I was just thinking while you're talking, and no, كتير أهل they need coaching as well. And no, people do not know how to deal with the anger or pain. You're angry. الولد شيء وإحساس الأهل تجاه الولد بهالفترة is a completely different thing. So true. So, في كتير عالم بيكونوا حرام مأهولين بس they don't know how to show صح. Their sadness or their care يعني towards their child فبيطلعوا as if they don't care بس I don't think any parent does not care يعني about his kid hopefully يعني أنا I care a lot لدرجة أنه خنقتها مرة هي وعم تشرب الدواء خلقلك ماريا هلا انا بس بدي الكل يعرفوا انه مش اما لجيسيكا متضامنه معها بالشعر جيسيكا متضامنه مع امه يلا ميرسي